مسج سريعه علشان ما نضيعش وقتكم. These times of hemiarthroplasty just a reminder for يعني for our junior staff. احنا عندنا في unipolar وبايبولر. اليونيبولر ده القديم اللي هو الاوستيومو مور والتومسون، وده بقى قليل قوي الاستخدام بتاعه، ولكن يعني حتى لسه في اماكن في انجلترا بتستخدمه لغايه دلوقتي. وهو ده طبعا للمريض اللي بيكون سنه كبير وبيكون الاكتيفيتي بتاعته قليله. عيبه طبعا ان احنا ما بنقدرش ان احنا نغير لتوتال هيب ريبليسمنت الا ما لازم نشيل الستيم بالكامل. البايبولر اهم ادفانتج ليه ان احنا بنقدر نسيب الستيم ونغيره لتوتال هيب لو في فيلير. والحاجه الثانيه طبعا الدبل ارتكيوليشن اللي هو مور يعني ثيوريتيكال ذان براكتيكال. دي بس مجرد انتروداكشن صغيره كده، وهندخل على الكيسز. This is case number one. اتمنى تكون حضراتكم شايفين الاشعه كويس. زي ما حضرتك شايف دي بايبولر، وحصل فيها فيلير بهذا الشكل في خلال فتره صغيره، وكل ده بسبب الايروجن بتاع البايبولر، لان هنا الارتكيوليشن بتاع الهيمي ارثروبلاستي العيب الكبير بتاعه ان انت عندك ميتال بيارتكيوليت على نورمال جويت، فده طبعا الارتكيوليشن ده لازم هيعمل ايروجن، وزي ما حضراتكم شايفين بهذا الشكل. فالمسج اللي انا عايز اقولها اللي هي ايه؟ اللي هي ان انت لو بتعمل هيمي ارثروبلاستي don't do it for young active patients. كلمة active مهمة قوي، لأن ممكن يبقى old patient مثلا 65 70. طبعا 65 70 ما عادش دلوقتي في الكلاسيفيكيشن بتاعت ال WHO ما يعتبرش old، احنا كلنا في السن ده. فهي الفكرة كلها ان العيانين دول لو هم active حتى لو 8 year old و very very active ده يعني بتعمل له total. كان في هنا للأسف يعني من فتره طويله لما جيت مصر من 17 سنه كان في الى حد ما امبريشن سبيشالي عند اليونج جنريشن ان لما يكون العيان صغير تعمل له باي بولر، وده طبعا بيج ميستيك، لان هو عايز بيقول لك الاستابيولم كويس، طب اغير الاستابيولم ليه؟ لا ده انت لازم تغير الاستابيولم، لان العيان ده لما تيجي تعمل له ريفيجن وهو يكون يونج والجوينت ده بيفشل مثلا بعد سنه ولا اتنين بتبقى مشكله كبيره. ودي هتبان اكتر في الصوره اللي جايه دي. زي ما انت شايف دي كانت عيانه صغيره، هي صحيح كانت روماتويد بس هي كانت less than 40 year old، واللي عملها هيمي ارثروبلاستي عمل لها على اساس ان هي صغيره، قال لك الاستابيولم كويس، طب وانا اغيره ليه؟ هو طبعا لما يكون عيان روماتويد طبعا مفيش حاجه اسمها استابيولم كويس. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه ان العيان يونج، فالجوينت ده فيلد بالظبط في اقل من سنتين، يعني سنتين كان بيتعمل لها الريفيجن، لكن قبل سنتين طبعا كانت برضه بتشتكي. فهنا المشكله ان انا لما اجي اعمل ريفيجن بهذا الشكل لعيان زي ده بيبقى صعب جدا. انت شايف لو بصينا هنلاقي في اليمين وفي الشمال كان البون متآكل جدا، فبالتالي بيحتاج البون ما بقاش فيه بون تقريبا، وفي نفس الوقت بتشوف اوجمنتس وطبعا وفيكسيشن بسيركلاش. وعلى الناحيه الشمال برضه حصل مشاكل طبعا وانفكشن وغيره وكلام زي كده. فبهذا الشكل شوف الريفيجن، صعوبه الريفيجن دي بتخليك نيفر انك انت تيوز باي بولر ابدا في عيان يونج. دي اول مسج واتمنى تكون وصلت، ودي مسج مهمه جدا جدا جدا. المسج الثانيه ان لما بيكون في حالات فيلير بتاعه فيكسيشن بتاع الفراكشن نيكو فيمر زي ما انتم شايفين كده فيلير بيحصل وبيحصل كتير، العيانين دول برضه ليهم سبيشال كير، يعني دول يعني في الغالب بيحتاجوا توتال هيب اكتر من هيمي، وبيكون عندهم عشان هما بيبقى سنهم اللي بيحصل له فراكشر في الغالب بيبقى سنه اكبر وعنده اوستيوبروزس، وكمان بيكون عندهم مثلا سواء ديمنشيا او الكوردينيشن بتاعهم مش كويس، فبيبقى في بوسيبيليتي اوف ديسلوكيشن. فالعيانين اللي زي دول فكر انك انت تعمل لهم توتال رذر ذان انك تو ريفايز بي هيمي، وفي نفس الوقت برضو ممكن يبقى فيه كونستريند جوينت اف نيدد، وطبعا بي كيرفول انفكشن، لان الحالات اللي زي دي يعني شايف السبيس اللي موجود في السطور اللي في النص دي كل الحاجات دي بتنديكيت ان ممكن يكون فيه انفكشن. تمام، فممكن يفكر في تو ستيج لو في حاجات زي كده. طيب دي المسج الثالثه، يعني
لما بتشوفوا منظر بهذا الشكل، ان السم طبعا دي بتبقى المفاجاه بعد العمليه، بتعمل العمليه وتلاقي الامور التدريب بتاعه. فممكن يحصل فلاش السم، يعني لما تدخل السم في الكانال كده في النص بهذا الشكل زي ما انت شايف، السهم الطريقه الطبيعيه ان هو هيخبط على طول في اللاترال كورتكس. طبعا هنا هو خبط في ميديال كورتكس، ودي فيري فيري انيوجوال. هو المفروض انك بتدخل هنا الريمنج هنا، يعني لازم يتعمل في البايروفورمس فاسا. يعني انت بعد ما تشيل الهيد، ادي البايروفورمس فاسا في البوستر لاترال كورنر ده، ممكن حتى تاخد حته من البون، بحيث انك انت الريمنج لازم يبدا ماكسيمم لاترال على الاخر خالص، هيطلع على طول سنترال. لكن لما تدخل انت في البدايه كده في النص، هيخبط في اللاترال كورتكس، وممكن في البون الاوستيوبروتيك ما تحسش بيه. فدي التكنيكال تيب اللي احنا عايزين نقولها، ان الانسيرشن بتاع الستيم يبقى من البوستر لاترال كورنر بتاع الفيمر اللي هو عند البيرفورمس فاس. طيب دي صوره هنا لو اي حد بص عليها هيقول ماشي، باي بولر رائعه هايله ما فيهاش فيها اي مشاكل خالص، تمام. طيب بس هل في حاجه هنا غلط؟ نشوف. لو بصينا على الصوره الثانيه نفس العيان، بص تلاقي الباي بولر بتاعته خلعت. طيب خلعت ليه؟ لو بصينا نلاقي الهيد فيها حاجه اسمها سكيرت، سكيرت اللي هي جيبه، يعني لما بيبقى الهيد لونج او اكس لونج سوري، بيبقى فيها سكيرت، لان حكايه لونج وشورت دي تعتمد على المسافه اللي جوه الهيد. فلما الهيد بتبقى اكس لونج او اكس لونج، تبقى المسافه صغيره بين الستيم وبين الهيد، فممكن يقع، فبالتالي لازم يبقى فيه السكيرت اللي نازله دي، تمام. فده طبعا معناه ان السيرجن ممكن هي يوز ذا اكس او اكس لونج مثلا، وكان لسه فيه التنشن مش كويس ولوس شويه، فممكن تخلع. ممكن تخلع طبعا الستيم من الهيد كمان، بس هي في الحقيقه الريكرنت ديسلوكيشن ده كان بسبب انفكشن. وزي ما انت بتشوف الصوره دي، في اي ديسلوكيشن يحصل ولو حصل ريكرنت، فكر دايما في ايه؟ في الانفكشن. ودي مسج مهمه. طبعا انفكشن مشكلته كبيره جدا، ان احنا لو في هو سيمنتد وتيجي تشيل الاسمنت زي ما انت بتشوف كده، شيل الاسمنت ده متعب جدا. ففي ناس مثلا تشيل الستيم وتسيب الاسمنت، ده طبعا ما ينفعش. الاسمنت ده اعتبره بالظبط زي كانك بتشيل تيومر، لازم يتشال كل بيس منه لانها انفكتد، فبالتالي الريفيجن عمليه صعبه ومحتاجه طبعا تريننج. فبالتالي لازم اللي يشيل يبقى متدرب على حاجه زي كده، بحيث ان هو يشيل الاسمنت معاه كله. زي ما انت بتشوف كده كمان، الريفيجن از نوت ايزي جوب، بالذات في حالات اللي هي الانفكشن والبون بيبقى فيري سوفت، فممكن اثناء السيرجري يحصل فراكشر زي ما شايفين كده في اخر الصوره هنا، حصل فراكشر، وطبعا الفيكسيشن بتاعه صعب، وممكن انك انت تفكس ويبقى برضو مش كويس ويكسر تاني او حاجه، وتحتاج انك انت تستخدم بليت بدل السيركيليشن. طيب في النهايه انا بجمع المسج كلها واقول انك انت تافويد كل الكومبليكيشنز اللي ممكن تحصل دي. محتاج اول حاجه طبعا بالنسبه لليونج سيرجنز، ان هم يجيت جود تريننج وانف تريننج قبل ما يعمل مثلا حاله اندبندنتلي لوحده بتاعه هيمي ارثروباستي. الحاجه الثانيه الجود كلينيكال جادجمنت اللي تخليك تاخد قرار كويس قوي، وتقول ان العيانه ده محتاج يعني هيمي وكلام زي كده. البلاننج جاهزه وكويسه، لان والاكيوريت بيرفورمانس اوف سيرجن ده يعني. وانا انتظر الاسئله، ونتمنى ان هاف انتر اكتف ديسكشن. شكرا جزيلا.